هنحل شوية على السنترابيتال وشوية على امتحانات قديمة كده، وإن شاء الله تظبط يعني. طيب نبدأ بالمسألة رقم 27، تمام؟ بيقول لك calculate the linear speed due to Earth's rotation for a person at a point on its surface located at a 40 degree altitude. طيب بيقول لك the radius of the Earth is 6.4 multiplied by 10 power 6 meter. طيب في الحق في أي linear speed في الدنيا عبارة عن إيه؟ عبارة عن distance over time. طيب الأرض الديستنس بتاعها هي الايه؟ السيركمفرنس بتاعها، هي السيركمفرنس بتاعها. طيب في الحاله دي السيركمفرنس بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 2 باي ار اللي هو الريديوس بتاع الارث. بس في حاجه بقى بيقول ايه؟ بيقول ان هي تبقى ملتبلايد باي، لو هي لوكيتد عند يعني الالتيتيود 40 ديجري اللي هو خط طول 40 يعني، بيبقى في الحالة دي ايه؟ بنضرب فيه كوساين الايه؟ الانجل دي. طيب في الحالة دي بقى يا جماعة دي كده ايه؟ ده يعتبر الديستنس. طب حد يقول لي كده التايم عبارة عن ايه؟ الأرض عشان تلف لفة كاملة حوالين نفسها بتاخد وقت قد ايه؟ 24 ساعة. عظيم، 24 ساعة. طيب احنا بنقيس بالمتر على الثانية. طب ال 24 ساعة فيها كام ثانية؟ قصدي ال 24 ساعة ايه؟ يعني ال 24 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها ايه؟ 60 ثانية. بس كده هنقسم ده على ده وهيطلع لنا ايه؟ اللي هي بي، اللي هي 357. مفهومة؟ تمام. بس اعرف القانون ده كده اللي هي 2 باي ار كوساين الديجري بتاع الايه؟ اللاتيتيود. تمام؟ يعني هو الكوزاين بتبقى في حالة، يعني بتبقى في حالة ان هو التيتيود بس؟ لاتيتيود يعني هي عند خط طول كذا. تمام؟ تمام. طيب انا جبت الفورمولا دي من ناسا يعني، في جايبين الفورمولا دي. طيب بيقول لك بعد كده 28، بيقول ايه؟ ventilation fan has blades 0.25 meter long rotating at 20 rpm. What is the centripetal acceleration of a point on the outer tip of a blade؟ يا جماعه ال rpm دي، عشان بس في يجي اربعه ولا خمسه بعده يسالني يعني ايه rpm؟ rpm دي معناها revolution per minute. طيب انا عندي الcentripetal acceleration ليها قانونين اللي هم ايه؟ ام في بتاع الفي سكوير اوفر ار او اوميجا سكوير ار. طيب في الحاله دي كده انا عندي الاوميجا عباره عن ايه؟ الاوميجا عباره عن 2 باي اف. طيب الفريكوانسي بتاعي في الحاله دي عباره عن ايه؟ وبيقول لي هنا 20 ريفوليوشن بير ايه؟ مينت. طب انا عارف ان الفريكوانسي هو ايه؟ النمبر اوف ريفوليوشن بير سكند، يبقى انا الفريكوانسي هيبقى عباره عن 20 اوفر 60. بس يبقى ده الاف، وهم ملتبلاي ال 2 باي في الاف هيطلع لي ده الايه؟ الاوميجا. وناخد الاوميجا ونحطها فوق ونعوض بيها، يبقى اوميجا سكوير ار يدي لي ده بقى ايه؟ ان ده السنتريبيتال اكسلريشن. مفهومه كده؟ تمام كده يا جماعه؟ تمام. طيب رقم 29 بيقول اوبوينت 3 متر راديوس اوتوموبايل تاير اكسلريتس فروم ريست ات ا كونستنت 2 راديان بير سكند سكويرد. وات از ذا سنتريبيتال اكسلريشن اوف اوبوينت اون ذا اوتر ايدج اوف ايه ذا تاير افتر ايه 5 سكند. دي حاجه بس يا جماعه، احنا عندنا لما الجسم بيغير السبيد بتاعته وهو بيتحرك في خط مستقيم، كنا بنقول ان هو بيحصل له ايه يا جماعه؟ ماشي بكونستانت فيلوسيتي. لا، بيغير السبيد بتاعته.
تسلل اكسليريشن. حلو. طب هو بيغير السبيد بتاع، يعني بيغير الماجنتيود بتاع السبيد بتاعته، هو بقى بيتحرك هنا كده. في الحالة دي يبقى بيتحرك بحاجة اسمها الانجلر اكسلريشن. طيب انا عارف ان الاوميجا دي هي اسمها الانجلر فيلوسيتي، طيب يبقى انا عندي الدلتا اوميجا اوفر الدلتا تايم، يبقى هو ده يعتبر ايه؟ اسمه الانجلر اكسلريشن. تمام. طيب دلوقتي انا في ريليشن ايه بتقول لي ان الانجلر اكسلريشن، الانجلر اكسلريشن دي تبقى ده كده اللي هي الفا، الانجلر اكسلريشن مالتبلايد باي الار ايكوال ايه؟ السنتريبيتال اكسلريشن. ده لو عندنا. طيب يبقى انا كده عرفت يعني ايه انجلر اكسلريشن، هي نفس الاكسلريشن بس ايه تشينج في الانجل، بس المره دي بقى ايه، يبقى تشينج في الانجلر سبيد اوفر التشينج في التايم. طب ايه الريليشن؟ احنا كنا عندنا ان الاوميجا ار ايكوال الفي. طيب لما احنا بنعوز نحول لايه، ليه من الـ من الـ من الاكسلريشن الانجلر للاكسلريشن السنتريبيتال اللي هي الاكسلريشن بالعاديه، يبقى عندي الالفا ار ايكوال ايه؟ ايكوال ايه. طيب في الحاله دي انا السؤال اللي عايز مني ايه؟ وات از ذا سنتريبيتال اكسلريشن اوف ا بوينت ايه؟ اون ذا اوتر ايج تاير افتر ايه؟ 5 سكندز. طيب دلوقتي انا عايز احسب السنتريبيتال اكسلريشن. طيب دلوقتي انا بيقول ايه؟ ات ا كونستنت ريت اوف ايه؟ 2 راديان بير سكند سكوير. طب انا عارف ان اللو عندي بيقول لي ان السنتريبيتال اكسلريشن ايكوال ايه؟ الانجلر مالتبلايد باي ايه؟ باي ار. طيب في الحاله دي انا تمام. دلوقتي انا عايز ايه؟ السنتريبيتال اكسلريشن عباره عن برضو عن ايه؟ في سكويرد اوفر ار. طيب هنا انا يعني اتفقنا ان ايه الدلتا ان الالفا دي عباره عن دلتا اوميجا ايه ملتبلايد باي ايه دلتا تي. طيب حلو قوي. عايز لو انا حبيت اجيب الدلتا اوميجا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفا دلتا تي. طب انا مديني الالفا ب 2 راديان بير سكند سكوير والتي ب 5 تمام، يبقى ال 2 multiplied by 5 equal ايه؟ كام يا جماعه؟ 10 صح؟ انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ معايا تمام. هو انا اصلا كنت حليتها بطريقه اسرع كده، انا قلت ان السنتريفيتال اكسلريشن باوميجا ار سكوير، وعملت بقى 2 باي 5 10 وبعدين 10 سكوير وبعدين ضربتها ب 0.30 طلعت لي ب 30 متر بير سكند وخلاص، وقعدت بقى اجيب الفا وكده. ما هي اصلا مش فاهمه الطريقه دي قوي، بس الثانيه يعني كنت شفتها على النت وانا بحل النهارده لقيتها اسهل ومشيت مع كل المسائل. ما انا على فكره انا دلوقتي دخلت الطريقه دي اهي، ما انا جبت فانا عندي الدلتا اوميجا هي اتغيرت من 0 لحد ايه؟ هتبقى تتغير من 0 لحد 10. ففي الحاله دي هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ان السنتريفيتال اكسلريشن عباره عن اوميجا سكويرد ار، يبقى 10 سكويرد ملتبلايد باي ار اللي هي 0.3 يبقى ايكوال ايه؟ 30. انا بس كنت بشرح الاول يعني ايه اصلا الانجلر اكسلريشن وايه الريليشن ما بينها وبين يعني وبين بين الاكسلريشن العاديه يعني. بس دي يا جماعه معلش تبقى ايه، دي مش الاكسلريشن السنتريبيتال، دي اسمها اللينير اكسلريشن سوري، عشان بس يعني ايه ما ادخلش ده دي تختلف عندي. بيقول دلوقتي ايه اللي بعده، بيقول ايه 0.4 كيلو جرام ماس اتاتشد تو ذا اند اوف ايه 0.75 سترينج از ويل اراوند ا سيركلر هوريزونتال باث اف ذا ماكسيمم تنشن ان ذا سترينج كان ويذستاند از ايه 450 نيوتن، ذن what maximum speed can the mass have in a string and not to break. طيب في الحاله دي هيبقى انا عندي ايه؟ هيبقى عندي ال F equal m v squared over r. طيب حلو، يبقى انا عندي ان ال F r over ال m
equal v squared. هناخد عشان نضيع السكوير هنا هناخد سكوير روت الناحيه الثانيه. مجرد بس تعود ارقام هيطلع بايه؟ ب 29 متر بير سكند. تمام؟ تمام كده يا جماعه ولا في مشكله؟ آه، تمام. بس ممكن بس المساله اللي قبلها علشان مش فاهماها شويه. حلو. دلوقتي انا عندي السنتريبتال اكسلريشن مش هي عباره عن اوميجا سكوير ار صح؟ اي حلو. طيب مش احنا كان عندنا في الـ في الـ في الـ في الموشن العاديه ان انا عندي ان الاكسلريشن كانت عباره عن في فاينل ماينس الفي انيشال اوفر الدلتا تايم. ايوه. طيب حولي ده بقى كده على الايه الانجلر موشن، فيبقى فيبقى الانجلر اكسلريشن عباره عن اوميجا ماينس اوميجا انيشال اوفر التي. تمام. انت مديك الاوميجا انيشال بيقول لك بادئ من الريست يبقى بزيرو، يبقى دي الاوميجا، ومديك التي ومديك دي بايه ب2 يبقى ودي 5 يبقى 5 ملتبلايد باي 2 يبقى ايكوال ايه الاوميجا. خلاص جبت الاوميجا يبقى اوميجا سكوير ار. مفهومه كده؟ تمام. تمام نخش على اللي بعده 31. بيقول a point on the rim of 0.25 meter radius fan blade has centripetal acceleration of 0.2 meter per second square. Find the centripetal acceleration of a point 0.5a from the center of the same wing. طيب يبقى انا بيقول كده ايه، انا مثلا عندي ريم الريجيس بتاعها 0.25. طيب ده كده 0.25 اللي هو ايه ربع متر. has a centripetal acceleration of a 0.2. بيقول find the centripetal acceleration of a point 0.05 from the center of the same ايه ويل. يبقى انا في الحاله دي ايه انا بلف، يعني الويل بتلف. طيب اتفقنا في حاله ان الويل بتلف ايه اللي بيبقى كونستنت يا جماعه؟ ها اللي بيبقى كونستنت يا جماعه في حاله ان الويل بتلف؟ انا مثلا عندي اهو ده السنتر وعندي بوينت هنا وعندي بوينت هنا، في الحاله دي ايه اللي كان بيكون كونستنت ما بين الاثنين؟ الفي ولا الاوميجا؟ الاوميجا. الاوميجا تمام. طيب انا عندي ان الفي قصدي ان السنتريبتال اكسلريشن عباره عن اوميجا سكوير ار. طيب في الحاله دي الاثنين الاوميجا فيهم ايه؟ زي بعض. فانا عندي اي سي 1 اوفر اي سي 2 هتبقى عباره عن ايه؟ اوميجا سكوير ار 1 اوفر اوميجا سكوير ار 2. فالاوميجا هي في الاثنين. طيب فانا عندي الار 1 ب 0. بقى ايه عباره عن 0.2 والار 2 عباره عن 0.05. فالديفيجن بتاعهم هيبقى كام؟ هيبقى بايه؟ ب 4. قصدي هيبقى لا ثانيه دي هيبقى 0.25 انا اسف. فالديفيجن بتاعهم هيبقى بايه؟ ب 5. تمام؟ فلما نقسم ده يبقى 5. طيب ال 5 دي تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن الاكسلريشن على الاكسلريشن الاولى على الاكسلريشن الثانيه اللي هي 0.2 اوفر الاكسلريشن الثانيه. تمام. يبقى في الحاله دي هتبقى ب 0.04 متر بير سكند سكوير لان الفاليو دي كده ايكوال 5 زي ما احنا ايه طلعنا. مفهومه؟ تمام كده يا جماعه. نسكب شويه مسائل كده عشان في مسالتين مهمين قوي. يعني مبدئيا كده عايزين نشوف المساله رقم 38 وبعدها 39 عشان هما الاثنين يعني نفس الفكره. بيقول انا عندي في 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 اوبجكت از سوانج ان ا سيركلر باث اند ان ا فيرتيكال بلين اون ايه 0.5 متر لينث سترينج. بيقول اف ذا انجلر سبيد ات ذا بوتوم تمام از ايه
is 8 radian per second. What is the tension force in the string when the object is at the bottom of the circle? طيب دلوقتي انا عندي اهو السيركل اهي، وعندي ده السنتر، وعندي ده الحبل، ومتعلق في ايه؟ الاوبجكت. طيب اتجاه السنتريبتال اكسلريشن بيبقى فين يا جماعه؟ ايه يا جماعه اتجاه السنتريبتال اكسلريشن بيبقى فين؟ اللي جوه عند السنتر. حلو، جوه السيركل. طيب وفي الحق وفي الحاله دي انا عندي السنتريبتال اكسلريشن، طيب وعندي ايه كمان؟ عندي الويت بتاع الجسم بيأثر على الاوبجكت لتحت، صح؟ ده كده الويت بتاع الجسم. وعندي ايه؟ التنشن اللي في الحبل. طيب انا عندي في الحاله دي ان يعني بما ان السنتريبتال اكسلريشن داخله لجوه وعندي التنشن برضو طالع لفوق والويت نازل لتحت، فيبقى عندي ان ايه؟ ان السنتريبتال فورس، او مثلا يعني السنتريبتال فورس تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن التنشن اللي في الحبل ماينس الويت. مفهومه ليه يا جماعه ولا في مشكله كده؟ مفهومه ولا اكمل ولا في حد مش فاهمها؟ لا تمام. فيبقى انا الاف سي دي يعتبر الريزلتنت فورس. طيب يبقى انا عندي ان التنشن هت ايكوال السنتريبتال فورس بلس الويت. طيب انا اقدر اجيب السنتريبتال فورس اللي هي عباره عن ام في سكوير اوفر ار، او الام في السنتريبتال اكسلريشن، الام اللي هي 0.4. السنتريبتال اكسلريشن برضو بتبقى عباره عن ايه؟ اوميجا سكوير ار. اوميجا سكوير اللي في الحاله دي تبقى ايه؟ 8 سكوير. طيب والار عباره عن ايه؟ اللي هي الطول بتاع الحبل اللي هي 0.5 متر، بلس الويت اللي هو عباره عن الايه؟ الام جي اللي هي 0.4 ملتبلايد باي ايه؟ 9.8. في الحاله دي يبقى ايه؟ التنشن عباره عن مجموع الاثنين. تمام؟ مفهومه كده يا جماعه؟ طب لو انا جبت ايه السؤال اللي بعده، الحاله العكس بقى، بيقول عندي 0.3 روك از سوانج ان سيركلر باس اند ان فيرتيكال بلين، وبيقول لي ان اللينس بتاع السترنج المره دي ايه؟ 0.25 ات ذا توب اوف ذا باث، ذا انجلر سبيد از ايه؟ 12 راديان بير سكند، وات از ذا تنشن ان ذا سترنج بقى. المره دي انا لو جيت ارسم السيركل تاني وعندي ايه؟ ثانية ارسم سيركل كبيرة، عندي ايه؟ السنتر. في الحالة دي السنتريبتال اكسلريشن ناحية السنتر برضو. طيب انا عندي الجسم هنا، ايه اللي نازل لتحت؟ الام جي، صح؟ ده كده الام جي اللي هو الويت، وايه اللي طالع لفوق يا جماعة؟ التنشن. في الحالة دي هيبقى عندي ان السنتريبتال فورس عبارة عن الام جي ماينس التنشن، فيبقى التنشن عبارة عن الام جي ماينس السنتريبتال فورس. مفهومة كده ولا في مشكلة؟ يا جماعة مفهومة ولا في مشكلة كده؟ مفهوم. تمام. هي ليه التنشن هتطلع نيجاتيف؟ ايه؟ التنشن مش هي التنشن نازلة لتحت؟ لا، في الحالة دي التنشن تبقى لفوق بقى. تمام. انت جربتيها؟ طلعت بإيه؟ طلعت صح بس ماشي خلاص تمام. هتبقى دايركشن بس بتنديكيت دايركشن مش أكتر يعني. أو ممكن تكوني بدلت حاجة عليها. طيب طيب في الحال نخش بقى على إيه الامتحان.
بيقول the scale shown جايب scale هنا كده shown in the figure gives a certain reading x in Kenya. يبقى هو مدي ايه weight معين ايه في كينيا at the equator. بيقول Sweden near the north pole the scale reading will be اللي هو الويت. طيب عشان بس كده ناخد يعني ايه شق الرسمة بتاع الارض بالظبط بتبقى عاملة كده يعني يعتبر كده يعني هي مش سيركل كاملة. الراديوس ده لو سميناه راديوس 1 وده راديوس ايه 2 فانا بقى عندي الراديوس بتاع الاكويتور اكبر من الراديوس بتاع ايه النورث والساوث بول. في الحالة دي بيقول ايه؟ انا عندي الـ weight هنا عبارة عن x اللي هو يبقى عبارة عن ايه؟ قصدي عند الاكويتور عبارة عن x اللي هو يبقى عبارة عن m v قصدي هيبقى عبارة عن g ثانية هيبقى عبارة عن الg في الـ m بتاع الـ earth في الماس بتاع الـ object over r1 squared. طيب ده كده طلعت ب x. طب في الحالة التانية لما نيجي نحط مكان r1 r2 انا عارف ان r2 اصغر من r1 لما تبقى حاجة صغيرة في الدينومينيتور يطلع الرقم كله ايه؟ اكبر من الاصلي صح؟ معايا يا جماعة كده ولا لا؟ سامعني؟ تمام. ففي الحالة دي الوزن هيزيدوا الريدنج بتاع السكيل هتزيد ولا تقل؟ مش ما حضرتش من الأول بصراحة فمش فاهمة. أنا بقول دلوقتي إيه؟ أنا عندي أنا عندي الويت عبارة عن إيه؟ الأتراكشن فورس اللي هو يعتبر الويت عبارة عن جي في الإم بتاع الإرث في الماس بتاع الأوبجكت أوفر إيه؟ الار سكوير. ار سكوير تمام. طيب انا الريديوس بتاع الاكويتر اكبر من الريديوس بتاع الايه؟ الساوث والنورث بول. فانا عند الايه؟ الاكويتر قلت ان هو ار 1 وعند الساوث والنورث بول قلت ان هو ار 2. في الحاله بتاع عند الاكويتر هيبقى عباره عن ام جي ام اي في الام اوفر ار 1 ايه سكوير. طب دلوقتي لما اشيل الار 1 سكوير واحط مكانها ار 2 سكوير الدينومينيتور هيبقى صغير ولا كبير؟ هيبقى صغير. فبالتالي الرقم كله هيكبر ولا هيصغر؟ هيصغر. هيكبر يا جماعة. هيبقى صغير. تمام هيكبر. تمام. يعني مثلا لو عندي 9 واقسمها على 3 تطلع ب3. لو انا صغرت الدنومينيتور وخليته 2 يبقى 9 على 2 تساوي 4.5. هيكبر. تمام. يبقى في الحالة دي ايه؟ السكيل بتاع الريدنج بتاع السكيل ده هيزيد هيبقى مورزان ايه؟ اكس. تمام؟ مفهوم يا جماعه ولا في مشكله؟ تمام. طيب بيقول لي عندي the gravitational field strength on earth surface is O is a 2.63 times greater than that on Mars surface. طيب بيقول لي the mass and the weight of a probe on earth are m and a w respectively. The mass and the weight of the probe on the a Mars would be. طيب انا عندي الماس بتتغير في اي حته ولا بتفضل ثابته؟ بتفضل ثابته. حلو يبقى انا عندي ايه؟ الماس لازم تفضل ثابته. طيب انا عندي الجي بتاع الارض اكبر من الجي بتاع الكوكب الثاني وانا عندي الويت بيبقى عباره عن ام جي فلما ده يبقى الويت الثاني الجي بتاعته اقل من الجي بتاع الارض يبقى الويت بتاعه هيقل الويت عنده هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. هيقل يبقى ايه الحاله الوحيده اللي فيها هيقل؟ اللي هي اللي هي دي صح؟ تمام كده مفهومه كده يا جماعه ولا لا؟ او عايزين أيوة. نجيبها بالارقام انا عندي الجي بتاع الارث عباره عن 2.63 جي بتاع الكوكب الثاني فالجي بتاع الكوكب الثاني هتبقى عباره عن جي اوفر 2.63 تمام فلما نيجي نضربها في الام تبقى عباره عن ام جي
over هتبقى قصدي عباره عن 0.38 ام جي، وانا عندي الام جي ده اللي هو الويت على الارض، يبقى ده كده ايه الحته دي كلها على بعضها الويت على الكوكب الثاني. تمام؟ تمام. خش على اللي بعده. صحصحوا معاك يا جماعه الله يكرمكم. بيقول the mass of a plane when taking off is 40 ton. بيقول knowing that the gravitational field strength at the surface of the earth is a 9.8 kilogram. The weight of this plane at 9 kilometer high would be. طيب الاول كده انا عندي الويت على الارض بالظبط هيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ هيبقى عباره عن ام جي اللي هي 40 تن اللي هي عباره عن 4 multiplied by 10 power 4 كيلوجرام مضروبه في ايه؟ 9.8. طيب حلو، معنى كده هيطلع لي ايه بالرقم ده اللي هو ايه؟ بالرقم ده تمام؟ اللي هو 392,000 نيوتن. طيب بيقول لي بقى ايه؟ انا لما اجي اطلع على سطح يعني فوق السيرفيس بتاع الارض بالالتيتيود ده، طيب انا عندي ان الويت عباره عن جي ام بتاع الارث في الام بتاع الاوبجكت اللي هو هنا عند البلين اوفر الديستنس سكوير. طيب انا عندي في الحاله دي لما يطلع لفوق ب 9 كيلومتر يبقى الديستنس زادت ولا قلت؟ زادت بس بمقدار صغير، فبالتالي الويت عند الحاله دي كده هيبقى اقل من الرقم ده ولا قده ولا اكبر منه؟ اقل منه برضه، حاجه بسيطه. ايوه اللي هو سلايتلي ازاي، لان الايه الريديوس بتاع الارض عباره عن ايه؟ ده تقريبا كده كيلومتر، فانا عندي التسعه جنبه تبقى رقم صغير، هي هتخليه يقل بس هيقل بحاجه صغيره قوي يعني. طيب بيقول when a person leans against a wall the wall pushes horizontally on the person this force is known as applied force المفروض يعني، مش انا لا بيقول الحيطه، بيقول قصده the wall pushes horizontally on the person الحيطه، انا بيتكلم على القوه اللي الحيطه بتزق بيها، يبقى الفورس اسمها ايه؟ الرياكشن فورس يا جماعه صح؟ اللي هي النورمال فورس صح؟ برضه في رياكشن بس مش النورمال، النورمال فورس تبقى هي الرياكشن فورس صح؟ ويت ثانيه، هو بيقول هنا هوريزونتال مش هي المفروض فيكشن فورس يا ابني؟ بص بيقول لك انت خبطت حيطه تمام؟ الحيطه هتاثر عليك بفورس برضه في عكس الاتجاه اللي هي تعتبر ايه؟ رياكشن فورس، وهي نورمال على الحيطه صح؟ فهيبقى هي النورمال فورس صح. تمام يقول two planets X and Y have the same mean density. The radius of planet X is half that of planet Y. تمام؟ تمام. بيقول the ratio of gravitational field strength at the surface of planet X of gravitational field strength at the surface of planet Y. هو عايز GX over GY. GX over GY. طيب احنا كنا قلنا ان هو الجي جوه الارث لحد السيرفس بالظبط كانت بتبقى عباره عن ايه؟ مش قلنا ان هي كانت بتبقى عباره عن يعني بس شنو؟ مش احنا كنا قلنا في الاول ايه؟ ان هي عباره عن جي ام بتاع الارث اوفر ايه؟ او بتاع الكوكب عامه اوفر الارث. وقلنا ان الايه كنا بنفك الام على اساس ان هي فوليوم في دنستي، والفوليوم بتاع السفير عباره عن 4 اوفر 3 باي ار باور 3، وعندي ار تحت باور 3 وعندي ار باور 2 تحت، فيبقى لي ايه ار.
واحده. ففي الحاله دي انا بتكلم ده عن الجرافيتيشنال فيلد من اول السنتر اوف ايرث لحد السيرفس بالظبط، القانون ده فاليد، غير كده هنستخدم القانون التاني اللي هو جي ام ام اوفر ار سكوير. طيب في الحاله دي يبقى انا عندي الجي دايركتلي بروبورشن مع الار صح؟ لان الجي الكابيتال دي ثابته والباي ثابته وال4 اوفر 3 حاجه ثابته، وبيقول ان الاثنين عندهم نفس ايه؟ الدنستي. يبقى انا عندي ان الجي دايركتلي بروبورشن مع ايه؟ الار. فاللي يبقى فيبقى عندي جي اكس اوفر جي واي ايكوال ار اكس اوفر ار واي. طيب بيقول the radius of x is half of planet y، يبقى عبارة عن ايه؟ 1 over 2. يبقى gx over gy equal 1 over 2 اللي هي 0.5. مفهومة كده يا جماعة؟ تمام. طيب بيقول the gravitational force F2 between the two masses اللي هو 2m and m equals. انا ومديني فوق بيقول لي ايه؟ ان انا في فورس اف اف 1 يعني ما بين ال 2 ام وال 2 ام. في الحاله دي انا عندي ايه؟ لما يكون الاف عباره عن الاتراكشن فورس عباره عن جي 2 ام في 2 ام يبقى 4 ام، يبقى 4 جي ام سكويرد اوفر ار سكويرد. طب في الحاله الثانيه هيبقى عندي بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ الفورس 2 تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى عبارة عن جي في 2 ام في ام يبقى 2 ام سكويرد اوفر هاف ار اول سكويرد. طيب ما انا عندي الهاف ار اول سكويرد ممكن اقول برضو ان هي عبارة عن ايه؟ 1 اوفر 4 ار سكويرد. فلو ال 1 اوفر 4 هتطلع فوق في النيوميريتور بايه؟ ب 4، يبقى انا عندي ايه؟ ده 8. فلو انا عندي ان ده اف 1 فيبقى عندي الفورس الثانيه تبقى قد ايه بقى؟ يا جماعه تبقى ضعفها؟ ايوه تبقى ضعفها، لان الايه؟ ال 8 دي عباره عن 2 4، فانا هاخد دي واقول عليها ان هي كلها الاف ويبقى 2 بره، يبقى 2 اف 1. مفهومه؟ هو في الام الثانيه ليه عملها باور 2؟ مش هما مش بعض؟ مش هي هنا 2 ام في الفورس 2 في الفورس 2؟ ما هي 2 ام multiplied باي ام فتبقى 2 ام سكويرد. اه ماشي. طيب نخش على اللي بعد كده. على فكره السؤال ده جه في سنة ثالثة في الامتحان برضو، في سنة جاب السؤال ده برضو في سنة ثالثة قبل كده بس جابه في الانفنتوري. بيقول 31 بيقول the given graph represents the relation between the acceleration A of four moving objects A, B, C and D and the resultant force F acting on them. Which object has the greatest mass? طيب حلو، أنا عندي ال F equal ام اي. طيب لما انا في الحاله دي ال اي على الواي اكسس والاف على الاكس اكسس، فيبقى ايه؟ انا عندي عشان اجيب السلوب بقى هيبقى عباره عن ايه؟ السلوب هيبقى عباره عن الاي اوفر الاف. طب ما الاي اوفر الاف دي ايكوال ايه؟ ما اقسم على اف هنا دي هتروح كده بقى واحد، فهقسم على ام الناحيه الثانيه فيبقى الـ A over F equal 1 over M. طيب يبقى أنا عارف إن الـ slope هيبقى إيه؟ عبارة عن 1 over M. طيب اللي عنده ماس كبيرة هيبقى عنده slope صغير ولا كبير؟ يا جماعة صغير؟ أيوه، أنا لما يبقى عندي الماس كبيرة جدا هتصغر الرقم. حلو، فانا اصغر سلوب هيبقى اكبر ماس. مين اصغر سلوب في الاربعه اللي موجودين؟ دي بس كده، يبقى دي اصغر سلوب فيبقى دي هي اكبر ماس. طب لو انا عايز اقل ماس يبقى اكبر سلوب اللي هو الايه؟ تمام تمام.
طيب السؤال رقم 32 بيقول the figure illustrates a toy bird rests on a finger. What letter labels the toy's center of mass؟ طب بصوا يا جماعة الميتنج هيخلص فنخش تاني على طول بس عشان نلحق نكمل تمام؟